بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما ذكرنا لعظيم أهمية أمر الولاء والبراء بينه الله عز وجل في آيات عدة من كتابه، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. بين سبحانه وتعالى أن موالاة الكافرين لا تكون بحال من أحوال من صفات المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهذه على عمومها، كل الكافرين سواء كانوا محاربين أو معاهدين لا يجوز لمؤمن أن يتخذهم أولياء، ومن فعلها فقد برئ من الله، من والاهم فقد برئ من الله والله بريء منه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذا دليل على البراءة التامة، ليس من الله في شيء، ليس من دين الله عز وجل في شيء. إذا والاهم الموالاة التامة كفر والعياذ بالله وبرئ من دين الإسلام، وإذا والاهم بعض الموالاة ففعله ليس فيه من دين الله عز وجل شيء، وإنما هو مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وقد يكون بعض أنواع الموالاة والعياذ بالله مخرجا عن الملة بالكلية، فمن والاهم الموالاة المطلقة الكاملة بجميع صورها فهو منهم، ومن والاهم في بعض الأمور دون بعض ينظر فيما والاهم فيه كما سيأتي. قوله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقاة أو التقية أن يتقي الإنسان، أن يتقي الإنسان شر الكافرين إذا كان في سلطانهم. إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان دون أن تعينوهم على مسلم بفعل، ولا تدلوهم على عورات المسلمين، ولا تسفكوا دما حراما، ولا تأخذوا مالا حراما. فهذه ضوابط مستفادة من مجموع الآيات المختلفة في أمر الإكراه والتقاه، وسيأتي تفصيله، لكن مختصرها ما ذكرنا: إلا أن تكونوا في سلطانهم. فلا يجوز أن يكون المسلم يقول قولا يوافق به الكفار ويواليهم به في غير سلطانهم ويقول تقاه، لأنه إذا كان قد عافاه الله عز وجل من أن يكون في سلطان الكافرين فلا وجه له في موالتهم. التقاة أن يكون في سلطانهم، وإلا فإذا لم يكن في سلطانهم ووالاهم فهو كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم يعدون العدة لدائرة الكفار على المسلمين، تدور لهم الدائرة وتكون على المسلمين الدوائر إذا دخلوا بلاد المسلمين قبل أن يكونوا، فعد ذلك نفاقا ومرضا، فلذلك لابد أن يكون في سلطانهم. والشرط الثاني أن تخافوهم على أنفسهم، على أنفسكم. فإذا كان المؤمن عند قوم كافرين يأمنهم على نفسه لعدل عندهم أو لإنصاف أو لحرية أو غير ذلك، لم يجز له أن يقول ما يوافقهم به ويوافقهم عليه من الباطل تقاه، لأنه لابد أن يخافهم على نفسه خوفا معتبرا، أذية معتبرة، كما سيأتي بيانه في الإكراه إن شاء الله. فيجوز أن يكون يقول التقاه، يقول الموافقة في ما يقولونه إذا كان في سلطانهم وخافهم على نفسه باللسان دون أن يكون ذلك بالقلب،
لذلك نقول باللي تداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا تعينوهم على مسلم بفعل، يعني لا يكونوا جنديا لهم محاربا في صفوفهم، لا تكون التقاء على حساب بقية المسلمين ولو مسلم واحد. لا يجوز أن يكون الإنسان مكرها على انتهاك حرمة مسلم، كما أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكره على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، وإن ابتلي بذلك فليصبر حتى ولو قتل. نقل ذلك الإجماع القرطبي كما سيأتي إن شاء الله. ولا تعينهم على مسلم بفعل، ولا تدلوهم على عورات المسلمين، لا يكونوا جاسوسا لهم، لا يدلهم على ما النقاط الضعف التي عند المسلمين ليتمكنوا من أذية المسلمين، لا يكونوا عونا لهم على المسلمين بحال، ولا ينتهك حرمات المسلمين في دم ولا مال، لا يعين على أذية مسلم في دم ولا مال. وكما ذكرنا أن لا يكون جاسوسا، فهذا بعض شروط التقاء. والله عز وجل ذكر تحذير المؤمنين من عقوبته فقال ويحذركم الله نفسه، وذلك أنه سبحانه وتعالى العليم ببواطن الأمور، وهذا موطن يكثر فيه الزلل ويكثر فيه الاشتباه، وكثير من الناس يظن أنه يفعل التقاة الجائزة وهو في الحقيقة يفعل الموالاة المحرمة بل الكفرية، ويبيع دينه بعرض من الدنيا وهو يظن نفسه على هدى. فالله عز وجل أعلم ببواطن النفوس، ولذلك قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فالله يعلم ما في نفوسكم فاحذروه، وهو سبحانه وتعالى إليه المصير، يجازيكم على ما فعلتم وما انتويتم أقع في قلوبكم وما عملتم بأعمى بجوارحكم وألسنتكم. وبين عز وجل أن الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة الكافرين ولو كانوا من أقرب الأقربين لا يجتمعان في قلب واحد، فقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن لا يوجد مؤمن بالله واليوم الآخر عنده مودة للكفار، لأن من حاد الله ورسوله أي كان في حد، وأمر الله وشرعه في حد، من كان في حد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته وأوامره في حد، في حد آخر يحادون ويشاقون أي يخالفون. فمن حاد الله ورسوله، من كان مخالفا لأمر الله عز وجل مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى فلا بد وأن يبغض على ذلك. من كان مخالفا المخالفة التامة الكاملة المحادة الكاملة بكفره والعياذ بالله، فهذا لم يبق وجه فيه موافقة، فلم يبق وجه فيه محبة، لا يحب على شيء ويبغض على ما فيه وما عنده من خير أو من عدل أو قرابة. فالمحبة لهذا الأمر، إنما هذه الأمور قد حبطت، يعني الخير الذي عنده قد حبط بالشرك، وما كان من قرابة أو علاقة بينه وبين المؤمن فهذه الأمور الطبيعية، المحبة الطبيعية لا يجوز أن تزيل أو أن تقلل البغض الديني الشرعي. فهو وإن وجد في نفسه ميلا إلى هذا الشخص بحكم القرابة كأم أو أب، فإنما تنصرف هذه العاطفة الفطرية الطبيعية في الإنسان إلى حب هدايته وحب رجوعه إلى الدين، وليس أنه يحبه رغم ما هو عليه من الكفر والمحادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فل
حتى ولو كان أبا أو ابنا أو أخا أو من العشيرة والقبيلة والقرابة وغير ذلك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ثبته الله عز وجل في قلوبهم وأوجبه سبحانه وتعالى بأمره أن يظل هذا الإيمان قائما. فلذلك عجب أن نسمع بعد ذلك من يقول للكفار أننا بينهم بيننا وبينهم كل مودة، والعياذ بالله. هناك خطر عظيم في هذه الكلمة أن يحب الكفار، إن معنى المودة من أخص معاني الموالاة وأظهر معاني الموالاة الحب، فالمعاني الموالاة تدور حول الحب والنصرة والقرب. فمن يحب الكفار سواء أحبهم يعني من أجل كفرهم هذا أفظع الأنواع، أو يقول أن كفرهم لا يضر ونحبهم رغم كفرهم، على يعني رغم كفرهم لا مانع من حبهم، فكلا الأمرين موالاة خطيرة والعياذ بالله، منافية للإيمان بالله واليوم الآخر. الذي يحبهم على كفرهم لا شك في كفره الصريح والعياذ بالله، يحبه من أجل كفره، كمن يحب مثلا الزنادقة والعلمانيين وأهل الغرب لأجل ما عندهم من الإباحية مثلا، أو كما يحب بعضهم كان يحب بعضهم الشيوعيين لأجل الشيوعية، كان ذلك في أزمنة ماضية من أجل قناعته بمنهجهم والعياذ بالله، وما زال يوجد في تبعية الغرب ومحبتهم لأجل ذلك من يصرح بأنهم لأجل الحرية الموجودة ولأجل التقدم والتفتح والنواحي العقلية، وهي في الحقيقة مع معالم الكفر والعياذ بالله والانحلال عما جاءت به الرسل جميعا. فمن يحبهم لأجل ذلك لا شك في كفره. ومن يقول أيضا أن حبهم مشروع جائز أو أنه يعني لا مانع منه ولو كانوا كفارا، فقضية الدين لا تفترق ولا أثر لها عندنا، فالدين هذا علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله يختار ما يشاء، وأما نحن فلا نحب ولا نبغض على أساس الدين، فهذا يزيل أصل الولاء والبراء من قلبه والعياذ بالله، لأنه يقرر خلاف ما جاءت به الرسل من أن الحب في الله والبغض في الله، فأوثق عرى الإيمان قد انتقضت عنده حين يقول ولو كانوا كفار نحبهم أيضا ولا أثر لهذا الكفر في كوننا نبغضهم، بخلاف من يقول أنا أبغضهم على كفرهم وأبغض كفرهم ولكنهم قرابتي ونحو ذلك وعشيرتي، فنقول وجه هذه العاطفة إلى أن تحب لهم الخير والهداية وتجتهد في نصحهم أكثر وفي دعوتهم إلى الله عز وجل أكثر، فهذا الأمر الفطري عند ذلك لا تلام عليه طالما قد أبغضته في الله وأبغضت كفره بالله، وكما قال عز وجل عن إبراهيم وإذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وكما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فمن كان عنده هذه العداوة لأعداء الله سبحانه وتعالى فقد حقق هذا الجانب الأصلي من جوانب الموالاة، هذا في معنى الحب والمودة للكفار، هذا من البراء الواجب أن ينتفي من قلب أن يتبرأ من محبتهم، وأما الولاء الواجب في هذا فأن يحب الله ورسوله والمؤمنين كما سيأتي. جعل سبحانه وتعالى الإصرار بالمودة للكافرين ولو كان لحماية أهل أو ولد أو مال دون موافقة القلب على الكفر أو الرضا به علامة على الضلال، رغم أنه في الحقيقة لا يرضى بالكفر ولا يوافق عليه، لكن من فعل ذلك إذا أصر لهم بالمودة فعل ما يبدو منه مودتهم والعياذ بالله فهو ضال. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نزلت هذه الآية في حاطب ابن أبي بلتعة عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ حديقة بين مكة والمدينة قال فإن بها ضعينة امرأة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا تتسابق خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يدركون المرأة في هذه الروضة. قال فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أو لتلقين الثياب رواية ضبطان للكريم يعني أو لنجردنك أو لنفتشنك حتى ولو كان بتجريدها بالكلية لأن الكتاب لأنهم بحثوا أولا في رحلها في البعير التي عليها وفي متاعها فلم يجدوا الكتاب فعلموا أن الكتاب في معها في ملابسها فإما أن تخرج الكتاب وإما أن يجردوها. قال فأخرجت الكتاب من عقاصها كانت وضعته في شعرها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فتح مكة أمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على فتح مكة وأنه أتاهم بما لا قبل لهم به فكان في الحقيقة ييأسهم من المقاومة في نفس الوقت يعدون العدة لمحاولة الصلح أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يعني أعطيني فرصة لأوضح لك إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم ليس من القبيلة أصلا ولكن أدخل فيهم فليس لهم قرابة فيهم. قال إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. كان له أهل وقرابة أراد أن يصنع هذا المعروف بهم ليحموا قرابته إذا حدث حادث أو في الفترة التي تكون في الحصار أو نحو ذلك وظن أن هذا الأمر ليس به بأس. قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فدل ذلك على أن الرضا بالكفر بعد الإسلام كفر وردة عن الدين لأنه قال لا كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فمجرد الرضا بالكفر بعد الإسلام هو ردة عن الدين لأنه يصحح ملة غير من الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فيما قال أنه فعل هذا لأجل شيء من الدنيا وليس أنه يحب أو يرضى يحب أعلى من يرضى بالكفر لا يحب ظهور الكفار ولا يرضى بالكفر بعد الإسلام وليس أنه صار من أولياء المشركين. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. زاد البخاري في كتاب المغازي من صحيحه فأنزل الله سورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سورة الممتحنة. خاطبه الله بالإيمان دل ذلك على أن من الموالاة ما لا يكون كفرا ناقلا عن الملة التي فعلها حاطب رضي الله عنه وهو أن عامل ما فيه تجسس للكفار
الاتيان بالاخبار، الاتيان بالاخبار للكفار ربما يستعينون بها على حرب اهل الاسلام او يعدون العدة لهم. فلذلك قال العلماء الجاسوس المسلم لا يلزم الحكم بردته بمجرد فعل ذلك، لان اهل بدر لو فعلوا الشرك لما غفر لهم، وذلك ان الله لا يغفر الشرك ولو لنبي، ومعلوم ان الانبياء معصومون من الشرك، ولكن قد ذكر الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو كان لو ان النبي هو الذي ارتكب الشرك لما لحبط عمله، فبالاولى ما كان من دون النبي. دل ذلك على ان ما فعله حاطب ليس بشرك، والصحيح ان اهل بدر معصومون من الشرك، لا يقعون في الكفر الاكبر الناقل عن الملة، لان الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معلوم انه لا يغفر الشرك، معلوم انه لا يغفر الشرك، لانه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك محبط لجميع الاعمال ولو كان شهود بدر، فدل ذلك على ان اهل بدر لا يقع منهم شرك، والله اعلم واعلم، عصمهم الله من ذلك. فهذا دليل على ان الجاسوسية للكفار، يوقف الجاسوس ويسأل ما حملك على ذلك، ما هذا الذي فعلت، فان ذكر ما يدل على موافقة على الكفر وحبا لظهوره على الاسلام وحبا لظهور الكفار على المسلمين، فانه والعياذ بالله يكون كافرا. وهناك من انواع الجاسوسية ما يكون فيه اذى على المسلمين وقتل لهم اعظم من الخروج في صفوفهم، وهذا لا يصح ان يقاس على فعل حاطب. هذا النوع الذي يترتب عليه قتل المسلمين اعظم مما لو كان جنديا في صفوفهم. اذا قلنا ان الخروج محاربا للمسلمين في صفوف الكفار هو ردة، فالذي اشد منه كذلك، فلكن ليس كل نوع من الجاسوسية يكون كذلك، ليس كل انواع التجسس للكفار يكون ردة عن الاسلام. يوقف هذا الجاسوس ويسأل وينظر في شأنه، واذا كان ظهر منه حب الاسلام وحب ظهور المسلمين، وانما فعل ذلك لاجل قرابة او مال او ولد، فهي معصية من المعاصي وكبيرة، هو من خصال النفاق، لكن لا يلزم منه النفاق الاكبر الذي يستحق صاحبه القتل. النفاق اذا اظهره صاحبه عمل بمقتضاه، اذا اظهر النفاق الاكبر الذي هو الكفر الاكبر وان ظل اسلام عمل بمقتضى هذا النفاق الاكبر. ومن هنا قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق، وهذا دليل على انه مستقر عند الصحابة ان هناك من انواع النفاق ما يضرب عنق صاحبه، وليس كما يظن البعض ان المنافق يعامل كمسلم في كل الاحوال مهما عمل من نفاق طالما ظل ينتسب الى الاسلام. هذا فهم باطل. هناك من انواع النفاق ما يستحق صاحبه القتل، وهناك اذا اظهر الكفر والردة الصريحة، وان كان يقول بعد ظهور هذا الكفر انا ما زلت مسلما، وهناك منه ما يقتضي حدودا مثل قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، هذه من خصال النفاق لكنها تستوجب اقامة الحد، ومنه ما يستوجب التعزير كما إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وربما تكاسل عن الصلاة ونحو هذا، يعاقب بما يستحقه. فليس كل أنواع النفاق بدرجة واحدة ولا عقوبتها واحدة، ومنه ما يكون مكتوما في الباطن لا يعامل صاحبه بشيء. الغرض أن عمر رضي الله عنه ظن ردة حاطب وأنه منافق يستحق ضرب العنق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، ولم يعلله بأنه ما زال مسلما فقط. دل ذلك على أن قتل الجاسوس المسلم ليس بواجب ولا بمحرم، ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لما سقط عن أهل بدر، كما
لما شرب قدامة ابن مضعون الخمر جلده عمر رضي الله عنه عليها، وكان عازما لو أصر على استحلالها لضرب عنقه، ومع ذلك فإنه لما شرب. وكذلك هناك ممن شهد بدرا مسطح الذي رمى، الذي كان في من وقع في عائشة، فأقيم عليه حد القذف. فالحدود لا تسقط بمجرد شهود بدر أو عن أهل بدر. فلذلك نقول أن الجاسوس لو كانت المانع من قتل أنه مسلم لما علل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شهد بدرا، فدل ذلك على أن قتل الجاسوس ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بمحرم لأجل إسلامه، بل هو أمر جائز، قتل يجوز قتل الجاسوس المسلم. وما رد ذلك إلى الإمام قائد الجيش المسلم يقدر مدى الجريمة التي ارتكبها والضرر الذي حدث من جريمته، وهل هي أول مرة، وهل له سابقة، وهل له فضل في الإسلام مثلا يمنع من إنفاذ العقوبة، والمصلحة يفعلها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه قد شهد بدرا فلم يزد على هذا، وذكر عمر بفضل أهل بدر فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم، وأنزل الله هذه الآية. ويذكر أن حاطما لما سمع يا أيها الذين آمنوا أغشي عليه فرحا بأنه ما زال يخاطب به يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فكل الكفرة أعداء الله عز وجل وهم أعداؤنا كذلك، لأننا في عداوتنا تابع لشرع الله عز وجل وأمره. تلقون إليهم بالمودة، يسر إليهم ويبعث إليهم بما يفهمون أنه يبحث عن مصلحتهم وأنه بذلك يودهم، مع أنه لم يصرح بلفظ الود، ولكن كان الذي فعله يفهم منه أنه يودهم، كما يفعل كثير من الزنادقة والمنافقين دائما عندما يحاولون إظهار موافقة الكفار وأنهم ينفذون ما يريدون وأنهم أعوان لهم على من تشدد ومن تطرف ومن كان إرهابيا مثلا كما يزعمون، ويريد أن يودهم بأذية هذا النوع من المسلمين، حتى ولو كان هناك من أخطأ من هؤلاء، فلا بد أن يفرق بين من هو عدو الله عز وجل وقصده فساد الدين وقصده حرب الدين، وبين من قصده صلاح الدين ومن قصده طاعة الله فأخطأ في ذلك. فلا يجوز أن يتخذ من يعني كان عدوا للدين وليا وما نتخذون نظهر له المودة بمعاداة أهل الإسلام ولو كانوا أهل بدع ولو كانوا حتى أهل يعني كبائر. قال عز وجل تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن ما العلة في منع المودة؟ أنهم قد كفروا. ولذلك من يحاول من يعني ترويج محبة الكفار ومودتهم على المسلمين بزعم أننا بينهم وبينهم عهود، هذه الآيات ترد عليه ردا واضحا في منتهى البيان، وأمر العهود لا يلغي كفرهم، كونهم معاهدين، كونهم مستأمنين، كونهم ذميين، لا يلغي كفرهم، وهم ما زالوا قد كفروا بما جاءنا من الحق. قال عز وجل مهيجا على عداوتهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ذكرهم بما فعلوه فيهم من إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من اضطراره للخروج من مكة، وأخرجوا المؤمنين كذلك من أجل أنكم آمنتم كراهية منهم أن تؤمنوا بالله ربكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فما أخرجوهم إلا لأجل الإيمان، ما عادوهم وأخرجوهم إلا لأنهم آمنوا بالله ربهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، فمن كان خرج جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله لا يتخذهم أولياء. تسرون إليهم بالمودة، هذا الذي فعله حاطب، الإسرار إليهم بالمودة أنه بعث سرا بهذا الأمر.
قال عز وجل: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. من يفعله، وقد فعله حاطب من أجل قرابته، ومع ذلك ولم يفعله رضا بالكفر بعد الإسلام، ومع ذلك فقد قال عز وجل: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. منع من عقوبة حاطب بهذا أنه قد شهد بدرا ولم يحكم عليه بالضلال لأجل المانع، وإن كان غيره ليس كذلك. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم بين عز وجل للمؤمنين الأسوة الحسنة في هذا الباب، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه، مع أن إبراهيم لم يكن معه غير لوط عليه السلام، ولكن الذين معه هذه معية، معية دين ومنهج، كما قال عز وجل عن نوح: وإن من شيعته لإبراهيم. فهم المؤمنون شيعة واحدة، وهم مع بعضهم على تباعد الزمان والمكان، فالمؤمنون جسد واحد ودينهم واحد في كل زمان ومكان، فالأنبياء كلهم كذلك وكلهم شيعة واحدة ومع بعضهم بعضا، والمؤمنون معهم، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال عز وجل: إذ قالوا لقومهم، وهذه الآية وحدها كافية في هدم مبدأ القومية، لأنهم لم يقولوا للأجانب، وكذلك لم يقولوا كذا مبدأ الوطنية، نعني بهذه القومية والوطنية أن تكون هي الرابطة التي يبنى عليها المجتمع دون الدين. هم يقولون أن المواطنة والقومية والوطنية هي الروابط التي يبنى عليها المجتمع، أنهم أهل وطن واحد. فلمن كان خطاب إبراهيم؟ هل كان لأهل وطن آخر أم لأهله وقربته؟ وقالوا لقومهم، قالوا لأهل أوطانهم. الرسول صلى الله عليه وسلم من حارب في بدر؟ أهل مكة وطنه أم حارب الأجانب؟ هل كان يحاربهم لأنهم ليسوا مواطنين وليس بينه وبينهم رابطة القومية التي يريدون بناء المجتمعات المعاصرة عليها؟ الله عز وجل ذكر أنهم قومهم وأهل وطنهم وأهل قرابتهم وأقرب المقربين، ومع ذلك قالوا لهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكما يقول الشيخ الشنقيطي أن داعية القومية العربية هو أبو جهل وأبو لهب، هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى القومية العربية ويقولوا: جاءنا بما لا نعرف، جاءنا بما يخالف دين آبائنا وأجدادنا. فلذلك كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنهم أهل بلده وأهل وطنه. لذلك نقول: قل يا أيها الكافرون، في من نزلت؟ كان يخاطب من؟ نزلت في مكة، وانقسم المجتمع المكي إلى مؤمنين وكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقامت العداوة وقامت الحرب بناء على الدين، لا بناء على أنهم لم تجعل الوطنية ولا القومية لم تصر رابطة بديلة يترك الكفار على كفرهم من أجلها، بل قامت العداوة والبغضاء. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لا تكفي البراء مما يعبدون فقط، لماذا بدأ منكم؟ إنا براء منكم، لأن هذه ليست عداوة لأشياء في الخيال، بل عداوة لأناس يعيشون بمنهج
ودين، هم يعبدون أوثانا من دون الله، يبقى براء منكم ومما تعبدون من دون الله. مش هتبرأ من أشخاص وهميين، من ناس لا وجود لهم، يتبرأ من مبادئ وأصحابها يعيش معهم بكل وئام وسلام ومحبة ومودة ونصرة ويلغي جانب الدين. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهذه أغلظ عندهم، كفرنا بكم. مع إن الكفر في الأغلب العام يقال كفرنا بإيه؟ بآلهتكم، يقولوا كفرنا بكم، علشان يبقى تجسيم لهذه العداوة في واقع محسوس، وليس أنه مجرد يطاحن يعني عدوا في الهواء. لا، كفرنا بكم وبدأ يعني ظهر، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ليس لها نهاية إلا نهاية واحدة، هي حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله. يبقى متى تنتهي العداوة والبغضاء؟ إذا آمنوا بالله وحده. والآيات في منتهى البيان، وغص في حلوق الزنادقة والمنافقين، لا يستطيعون إمرارها، وهم ليل نهار يعلنون غير ذلك، ولا يقبلون أبدا أن يخاطبوا الكفار مثل هذا الذي خاطب به إبراهيم والذين معه قومهم. لذلك القضية خطيرة بلا شك، المسألة عظيمة. قال عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال ابن كثير: أي لكم في إبراهيم وقومي أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني لا تتأسوا به في الاستغفار لمن مات كافرا منهم. لا شك أن من أعلن مثل هذه البراءة وهذه العداوة وهذه البغضاء سوف يواجه بمشاكل، وأنت ستقول لإنسان بدأ بيني وبينك العداوة والبغضاء، وسوف يقول لك: أنا لك مني كل حب، ولا سوف يترتب على ذلك أن يمكر به بالليل والنهار ويؤذيه ما استطاع. لا شك أنها الثانية. فلذلك بماذا يدفع المؤمنون هذا الأذى المتوقع؟ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. قال: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى باللجوء إلى الله عز وجل، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستغفار والتوبة والإنابة، لأن الذنوب هي سبب تسلط الأعداء، لن يتسلطوا علينا ويؤذونا إلا بما كسبت أيدينا. فإذا أنبنا إلى الله ورجعنا وتبنا إلى الله عز وجل، أزال الله تسلطهم وأذيتهم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن من آمن أن إلى الله المصير لم يداهن في دين الله عز وجل. الأذى الذي أتوقعه أو يحصل بالفعل من الكفار أليس له نهاية؟ له نهاية، على الأقل إننا سنموت، يعني إن لم يكن يعني من نهاية إلا أننا سنموت ونصير إلى الله عز وجل، فسوف ينقطع هذا الألم، سوف تنقطع هذه الأذية، وفي نفس الوقت إلى الله المصير سوف نحاسب على ما نفعل. فمن أيقن أن إلى الله مصيره، تحقق إيمانه باليوم الآخر، تحقق إيمانه بالله واليوم الآخر، فلن يداهن في دين الله، ولن يقول الباطل، ولن يوافق، ولن يكون كالمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فهناك من يحاول دفع الأذى بالمسارعة فيهم، هناك من يتوقع أن الكفار لهم سلطان وقوة فيداهم ويوالي أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا يعلن عداوة البغضاء من أجل أن يفر من أذاهم. فهذا الذي قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. لنا الأسوة الحسنة في من توكلوا على الله وأنابوا إلى الله وحققوا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأكثروا من الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا. الاستغفار، لأن الذنوب كما ذكرنا سبب البلايا والمحن، فإذا استغفرنا ولجأنا إلى الله عز وجل ودعوناه ألا يجعلنا فتنة للذين كفروا،
عافانا الله عز وجل، لا يجعلنا فتنة لهم يفتنوننا عن ديننا، لا تجعلنا فتنة لهم يفتنون عن ديننا، أو معنى ثاني لا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما انتصروا علينا لأنهم أهل حق فيكون ذلك فتنة لهم. وكلا المعنيين صحيح. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني قد يستغرب البعض ختم الآية بوصف العزيز باسم العزيز واسم الحكيم، مع أن الاستغفار يقتضي أن يقول واغفر لنا أنت الغفور الرحيم كما جرت يعني أكثر الآيات على ذلك، أو كما ذكرت أكثر الآيات ذلك، لكن هذا موطن عظيم الأهمية فيه قيام الحجة لله عز وجل على عباده، ومقتضى عزته سبحانه وتعالى أن يتبرأ المؤمنون من أعدائهم ولو كانوا أقوياء ولو كانوا ذوي سلطان. وهو عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، فتبرؤ المؤمنين من الكافرين وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى يقتضي أن يتوكلوا على العزيز الحكيم. ولذلك ختمت الآية بأنه العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فقال عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم ذكر عز وجل أنه يمكن أن يجعل مودة معهم بأن يتوبوا إلى الله، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. كيف تكون المودة إذا أمنوا بالله وحده؟ وهذا الذي وقع بالفعل، فأسلم كثير منهم أو عامتهم أسلموا بالفعل بعد، ده كان قبل فتح مكة مباشرة، بعد أيام دخلوا في الإسلام هؤلاء، من أول أبو سفيان فمن دونه دخلوا في الإسلام إلا أعداد لا تتجاوز 20 ممن قتل في فتح مكة، فدخلوا في الإسلام وصارت هناك مودة، عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السياق ده مهم جدا، لأن الآيات الأولى في منتهى البيان في الموالاة، في أمر الموالاة، تحريم الموالاة وأنها لا يمكن أن تقع ولا يمكن أن يودهم، ولكن الذي أذن فيه الشرع هو البر والقسط، الإحسان والعدل، الإحسان لمن لم يحاربنا في الدين، والعدل معهم بالأولى إذا كنا نعدل مع من حاربونا، فكيف لا نعدل مع من لم يحاربونا في الدين. ولكن فرق بين المودة والموالاة وبين البر والإقساط. البر الإحسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء لما أتتها أمها وهي مشركة، قال صلي أمك، أتتها تستأذن، أتت النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن راغبة في صلاتها، قال صلي أمك. الإنسان يحسن، ممكن جائع أطعمه، مريض أداويه، عريان أكسوه، خائف أؤمنه، يمكن أن أفعل به ذلك، هذا من الإحسان. وقلبي يبغضه، أنا أحاول أن أؤلف قلبه على الدين وفي نفس الوقت لا أحبه ولا أجعله وليا لي من دون المؤمنين ولا أدله على عورات المسلمين ولا أسر إليه بمودة ليتمكن من حرب المسلمين. فشتان بين من يحسن المعاملة وولاؤه وانتماؤه ويعني نصرته ومحبته لهذا الدين، وبين من في حقيقة أمره يداهن أعداء الإسلام ولو على حساب مبادئ الإسلام نفسها فضلا عن المسلمين أنفسهم. المسلمين هؤلاء صاروا أرخص الناس دما عند المنافقين، يذبحونهم قربانا لأعداء الدين والعياذ بالله. فشتان بين هذا وهذا، ويحتج بالآية، الآية في منتهى البيان بعد توضيح قضية الموالاة توضيحا لا خفاء فيه، فقال سبحانه وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، كما يقول الشافعي رحمه الله، فكان ما أمروا به من البر والإقساط غير ما نهوا عنه من المحبة والموالاة. فرق واضح بين في هذه الآيات البينات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مصطح ما فيش
ما أصل هنا حد القذف واجب إقامته، أما الجاسوسية فجائز كما ذكرنا قتل حسب المصلحة. لكن لو ثبت عليه الزنا مثلا بشهود أربعة ما ينفعش ما يتقامش عليه الحد. سرق هيتقطع. صحيح، إبراهيم استغفر لأبيه إلى أن مات، لما تبين له بموته أنه عدو لله تبرأ منه. المواطنة مقصود بها المساواة من أجل أنهم أهل وطن، ينهو وجه حسن وحب الأرض دي أساسا. إذا كان ليست على المواطنة عند الناس إن مسلم وكافر يبقوا زي بعض، هي دي المقصود منها. بلا نحن الانتماءنا للكرة الأرضية كلها. صحيح، هو الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا مكة وحرم عليهم أن يرجعوا إليها مع أنهم أحب البلاد إلى الله عز وجل. إحنا حبنا لمكة والمدينة أعظم من حبنا لبلادنا، لأن ربنا هي دي اللي أحب إلى الله، ونحن نريد ظهور الإسلام في كل بقعة من بقاع الأرض. وأما أن الإنسان توافقه بلده توافقه ويحب أن يعيش فيها فهذه فطرة، أمر طبيعي. لكن المحبة الطبيعية كما ذكرنا لا يجوز أن تقدم على المحبة الدينية الشرعية. يقول أحدهم بجواز تعيين وزير نصراني ما دام أعلم في مجاله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي ولاية فيها سلطان لا يجوز أن يعين فيها كافر، يمكن أن يكون تحت سلطان مسلم خبير بشيء معين، زي كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخليفة. سأتي بيان ما يجوز في هذه الأمور. مسألة مقاطعة شركة التليفون موبينيل لتصريحات سويرس، هو كافر من البداية، ومسألة أنه مفسد في الأرض، لكن يعني أكثر يعني نقول قريب مثلا من مليون مسلم ينتفعون من منافع معينة من هذه الإجارة، فالإجارة